جوناثان نجويم أخصائي الكرات الثابتة يلعب كرة في اتجاه المرمى وهدف أول، هدف أول لمودرن فيوتشر، خطأ قاتل من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، هدف أول لجوناثان نجويم. قلت لحضراتكم هو أخطر اللاعبين. أدي حمدي، يتقدم حمدي على حدود منطقة الجزاء، مشيت معاه حمدي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أحمد حمدي للصبر.